لماذا إسرائيل أيضا مرة أخرى قامت بهذه الضربة وهي تعلم تماما بأن هذا يعني لا توافق عليه إدارة بايدن، لا يمكن أن توافق على مثل هذه الضربة لأنها ستؤدي في نهاية المطاف تفتح الاحتمالات إلى حرب إقليمية، وبايدن هذا آخر شيء يريده، هو متجه الرجل إلى انتخابات بعد 7 أشهر من الآن. يعني ألا ترى أن إسرائيل ممكن أيضا تضع في حساباتها بأنها تريد أيضا أن تفشل بايدن في الانتخابات القادمة؟ أخي أحمد، أذكر نفسي وأذكرك وأذكر الجمهور الكريم، لا صفة لدي على الإطلاق لما أنا بصدد قوله، نعم ولكن كلنا نعلم أن هناك من يقول بأنني سأستدير ويعني أشح بنظري جانبا وكأني لا أعلم بالأمر. ها هي الصورة التي ترتسم كلما تم تنفيذ ضربة حساسة من هذا النوع. هناك مسافة سياسية هي مسافة أمان، وهذا معروف وليس سرا، تتخذ بين الدول الحليفة، أحيانا يتخذ بين المؤسسة العسكرية والسياسية بالبلد ذاتها، وأحيانا حتى في المراتب الأمنية على اختلافها، بمعنى ألا تتم كشف جميع التفاصيل المتعلقة بهدف ما. كل ما يقال بأن لدينا هدف وهذا الهدف سيؤثر على العمليات الجارية الآن مثلا بغزة لدفع خطر معين أو لثني تنظيم ودفعه باتجاه حلول، والكل يعلم أن المفاوضات على قدم وساق بين حماس والموساد والسي اي اي برعاية دوحة وتركيا أيضا ليست بعيدة. فهناك ترتيبات إقليمية مرتبطة بأنه لابد من تفادي اقتحام رفح، وأن الأمر الآن أصبح حرجا جدا، لأنه بالفعل هذه أجندة ضاغطة على بايدن. هو يخسر باستطلاعات الرأي العام خاصة في الولايات المتأرجحة اللي فيها أصوات عرب ومسلمين وأفارقة واليسار المتطرف في الحزب الديمقراطي. فنعم التوقيت قاتل جدا، ولكن مرة أخرى هناك عملية فصل بين السياسي والعسكري، وهناك من يتحمل تبعات القرار، ويبدو أن هذا متفق عليه حتى لا أعتقد مرتبط بحرب 7 أكتوبر. هذا تفكير استراتيجي عميق يتجاوز وهو عابر للحكومات بكل حال من الأحوال.